بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم نورني وقناه ياسمين في اليوتيوب. انا النهارده الحقيقه مش جايه اعمل اي فيديوهات، انا جايه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بكره اول يوم طبعا في شهر رمضان الكريم، اعادوا على الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها بالخير والسعاده والبركات. ان شاء الله ينتهي الوباء قريب، وان شاء الله نفرح كلنا بباقي رمضان، والجوامع تتفتح تاني ويرجع صلاه التراويح فيها ان شاء الله، لان بين يوم وليله ربنا بيغير حال عن حال. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون شهر سعيد علينا وعليكم، واتمنى ان شاء الله ان فيديوهاتي تعجبكم خلال شهر رمضان. وبشكر كل المتابعين اللي بيتابعوني دايما، وبشكر كمان المتابعين الجدد في القناه بدعمكم ان شاء الله، قناتي هتكبر يوم عن يوم. بشكركم جدا جدا، وكل سنه وانتم طيبين. ها؟ ها؟